كما وعدتكم من قبل، اليوم أقدم لكم قصة حياة عز الدين طابو مع تنويه مهم جدا، أن حق الرد مكفول لكل من يرد اسمه في هذا الفيديو الذي اعتمدت فيه على كتابات موثقة ومنشورة من قبل الراحل عز الدين طابو بنفسه. المذكرات التي وأنا أقرأها لم أفك أن أشعر بوجود صراع كبير بين الراحل عز الدين طابو وبين المجتمع. كان رجلا مثاليا في تفكيره وفي عمله أيضا، وقد سبب له ذلك الكثير من الحزن والصدمات والألم. كانت موهبته أكبر بكثير من الفرص التي حصل عليها، والسبب وراء ذلك هو عدم امتلاكه للأدوات اللازمة لتكوين العلاقات مع المخرجين أو المنتجين، ولا حتى مع زملائه من الممثلين النجوم أو بشكل عام. المصدر الرئيسي لهذا الفيديو هو مذكرات الفنان الراحل عز الدين طابو، والذي نشر على شكل كتاب بعنوان لواعج فنان، وسيكون مركزا على آخر سنواته ومن الذي سرق مسرحيته ولماذا لم يكن يستطيع شراء حليب الأطفال لابنته الصغيرة. من فضلكم لا تنسوا الاشتراك بقناة الحياة آرت وتفعيل الجرس. أهلا بكم. ولد عز الدين طابو في ناحية العزيزية في محافظة واسط. كان آخر العنقود لخمسة ذكور لأمه زهرة وأبيه طابو. نعم، اسم والده الحقيقي هو طابو وليس اسما فنيا. كان والده يعمل في مولدة كهرباء في منطقتهم، وحتى بعد وفاته عندما كانت تطفأ الكهرباء كان الناس يقولون انطفى طابو، الله يظلم قبره، وعندما كانت تعود الكهرباء يقولون اشتعل طابو، الله ينور قبره. درس عز الدين حتى تخرج من كلية الفنون الجميلة في بغداد. كان هو والراحل عبد الجبار كاظم قادمين من نفس المدينة ويدرسان ذات الاختصاص، وكانا في منافسة مستمرة مع بعضهما البعض. يصف طابو علاقته بعبد الجبار كاظم في مذكراته بأنها كانت سيئة في أغلب الأوقات. عاش أياما عصيبة في آخر سنوات حياته، فالأعمال الدرامية كانت شبه متوقفة في التسعينيات بسبب الحصار، وكان يرفض أن يقدم أعمالا رخيصة لا تحمل أي فكرة أو هدف. لذلك عانى كثيرا إلى درجة أنه لم يكن يستطيع شراء الحليب لابنته الصغيرة، وعوضا عن ذلك كان يعطيها الماء المخلوط بالسكر ليسكت جوعها. ويرجع سبب فقره إلى أنه لم يكن يجيد عملا سوى التمثيل، ويقول في مذكراته لو أن الدنيا عادت به إلى الوراء لسوف يختار أن يكون عامل طين على أن يكون فنانا يوضع في آخر تصنيف البشر مثل الحيوان، ولاستطاع أن يدفع عنه وعن عائلته الجوع والحرمان. ومن القصص التي حدثت معه أنه كان واقفا يتحدث مع صديق له قرب بائع السجائر، يشكيان لبعض ضيق الحال وقلة العمل وقلة الطعام، ففوجئ بسؤال من أحد الواقفين قرب بائع السجائر وعيونه مليئة بالدموع: أبو العز أنت وين بيتك؟ يقول عز الدين: فأخبرته بأنه فوق المطعم، ثم ذهب كل منهما في حال سبيله. وبعدها بعدة ساعات سمع أبو العز طرقا على باب شقته، وعندما فتح الباب وجد صاحب الدموع الذي سأله عن بيته يحمل أكياسا تحتوي على حليب الأطفال وحفاضات لابنته الوحيدة التي كانت تبلغ سنتين فقط في حينها. فيقول: سألته ما هذا ولماذا يفعل مثل هذا الشيء؟ ليجيبه المحسن بأنه دين عليه يرده متى ما تحسنت أحواله. ليجيبه عز الدين بأنه لا يعتقد بأن أحواله ستتحسن يوما، ليرد عليه الواقف أمام باب منزله
أم حالل ماهوب. كان راتب الفنان مثل راتب المعلم والكثير من الوظائف 3000 دينار فقط في التسعينيات أيام الحصار الاقتصادي، أي ما يعادل الدولارين في ذاك الزمان وبمثله الآن. ورغم تحسن الأحوال الاقتصادية في العراق عموماً ما بعد العام 2003، إلا أن وضع أبو العز صار من سيء إلى أسوأ. تحسن راتبه إلا أنه لم يكن يجد ما يناسبه ليعمل فيه، والضربة القاضية جاءته عندما كتب مسرحية مونودراما بعنوان ثرثرة، وأعطاها لصديقه الفنان محمد هاشم ليمثلها. فرح محمد بالنص فتواصل مع المخرج عماد محمد ليخرجها له على أمل أن تعرض قريبا. ونشرت صحيفة المؤتمر الخبر في عددها الذي صدر في 3 من كانون 2 يناير في العام 2008، إلا أن المسرحية لم ترى النور بسبب انشغالات المخرج عماد محمد. حينها طلب الفنان حيدر منعثر من محمد هاشم أن يعطيه نسخة من المسرحية، فوافق وأعطاه نسخة على أمل أن يقوم حيدر بإخراجها، إلا أن الذي حدث هو أن حيدر أخذ المسرحية وسافر بها إلى تونس للمشاركة في مهرجان مسرحي. وبعدها بأيام يقول الكاتب عبد الجبار العتابي: شاهدت عز الدين طابو يقف وسط باحة المسرح الوطني وهو يرتجف من الغيظ ويتكلم بعصبية، ذهبت إليه لأهدئه ولأعرف مثلي مثل آخرين كنا حوله نحاول أن نعرف لماذا هو غاضب هكذا. فرد عليهم عز الدين: لمن أشتكي وأنا العبد الفقير وحيدر منعثر يأخذ مسرحيتي وينسبها لنفسه في تونس حتى دون أن يكون لي أي علم بفعلته؟ كان عز الدين قد علم من خلال صديقه الممثل العراقي الذي يقيم في تونس مقداد مسلم بمشاركة حيدر منعثر بمسرحية عنوانها ثرثرة من تأليفه وتمثيله وإخراجه. وعندما ذهب عز الدين ليشتكي لدى مدير عام دائرة السينما والمسرح، ازداد غضباً وتضاعفت حالته النفسية سوءا بعدما علم بأن حيدر منعثر قد سافر إلى تونس بعد استلامه مبلغاً من المال لنفقات السفر لمؤلف العمل ومخرجه وللممثل. دخل عز الدين في نوبة حزن عميقة رافقها الشعور بالألم والإحباط، كيف أن ممثلاً زميلاً له يمثل فئة يفترض بها أن توعي المجتمع وأن تنهض بواقعه يتصرف معه بهذه الطريقة. عاد في يومها إلى شقته الصغيرة ولم يخرج منها لأيام بانتظار عودة حيدر منعثر من تونس. وبعدها علم بأن حيدر قد عاد إلى العراق منذ زمن، فاستغرب كيف أنه لم يكلف نفسه حتى أن يتصل به وكأن شيئا لم يكن. مر وقت طويل وأبو العز ينتظر حيدر أن يزوره ويعتذر منه على الأقل، أو أن يعطيه جزءا من حقوقه المالية، وهو الذي لم يكن يملك حتى إيجار شقته الصغيرة. وعند تواصله مع صديقه الممثل محمد هاشم الذي كان هو من أعطى المسرحية أول مرة لحيدر منعثر، وعده بأن يتصل بحيدر وأن يفهم منه سبب عدم تواصله معه، ولكن تمر الأيام ولم يتصل به حيدر، ولم يلقى أي جواب من دائرة السينما والمسرح حول شكواه، فشعر بقلة الاحترام، وهو الذي قضى عقودا من عمره يقدم فنا يظن بأنه سيساعد بتحسين الواقع الذي يعيشه المجتمع. يقول كاتب مذكراته عبد الجبار العتابي بأنه حاول كثيرا مع الفنان محمد هاشم أن يخرج عز الدين من حزنه العميق، إلا أنهما لم ينجحا، فطابو كان يشعر بأن مسرحيته قد اختصبت، وتحول شعوره بعدم الاحترام من قبل الآخرين إلى أنهم يحتقرونه، وصار يعتزل الناس، حتى أن زياراته المستمرة إلى المسرح الوطني كل يوم 2
انقطع عنها وفضل البقاء مع حزنه في شقته البسيطة، وأصيب بالمرض ولم يكن يذهب إلى الطبيب إلا عند اشتداد الوجع عليه ليوفر مال الطبيب لطفلته وعائلته، ولم يكن يزوره أحد إلا ندرة من أصدقائه القدماء بينهم الفنان عدنان شلش، ولم يكن يتحدث مع ضيوفه عن أي موضوع سوى ما فعله به حيدر منعثر، وظل يعاني من العوز المالي، وبقي على هذا الحال حتى فارق الحياة مريضا في المستشفى في 30 من كانون الأول ديسمبر في العام 2010. رحل عز الدين الكبير موهبة والفقير مالا، والحالم الذي قال عنه الفنان مازن محمد مصطفى: لو أنه امتلك الحظ الكافي لأصبح فنانا عالميا، أو على الأقل نجما عربيا معروفا للموهبة الكبيرة التي كان يمتلكها. وكذلك كان قد امتدحه المخرج المصري الكبير صلاح أبو سيف عندما عمل معه في أحد أفلامه. من يتحمل مسؤولية خسارة موهبة كبيرة مثل عز الدين طابو؟ شاركونا آراءكم، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. كنت معكم هشام بوتان، شكرا على المشاهدة، دمتم طيبين.